السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الميزان. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وتكتروا في الاستغفار وفي الدعاء. القراءة دي لقراءة شهر 7 يا برج الميزان. هنشوف مع بعض دلوقتي قراءتنا فيها ايه، وهنشوف ايه الاخبار عندنا الفترة دي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يلا انزل باللايك وبالتعليق الحلو. بسم الله. الفترة دي انتوا الحسد مسيطر عليكم واكل جدار حياتكم. انتوا حاسين ان انتوا مهمومين الفترة دي، او حاسين انه في خوف من حاجات كتيرة جدا. انتوا بتتمتعوا بالجمال، بتتمتعوا بالنشاط، بتتمتعوا بالحيوية اللي جواكم، لكن عندكم امور منعكسة تماما على حياتكم. ان شاء الله باذن الله خلال ايام ربنا هيديكم من خيراته وهيكرمكم. في كمان انتوا الفترة دي البعض منكم عندكم علاقة مع براك ترابية، في شوية مشاكل او في شوية امور، في حد فيكم عايز ينفصل، في حد فيكم عايز يبعد، لكن انتوا معمول لكم عراقيل كتيرة جدا في حياتكم، والعراقيل دي سببها العين الرشقة في حياتكم. في حد عندكم بيحاول يقرب منكم وانتوا بعدتوه عنكم، لان بتقولوا الشخص ده مش كويس. اي نعم، هو كان بيحبكم بشكل كبير جدا، لكن انتوا محبتوهوش او ما اهتمتوش بيه. البعض يعني انتوا يعني مش زي اي حد، انتوا ليكم علاقة واحدة في حياتكم، ما ينفعش تكونوا متعددين العلاقات، لكن في شوية عراقيل. انتوا اتطعنتوا من ناس كتيرة جدا، واكتر حد اتطعنتوا منه الاشخاص اللي من اهل الشريك او اهل الشريك. يعني حاسين ان انتوا خلاص، البعض منكم كان بيفكر يمشي، البعض منكم كان عايز يهاجر، كان عايز يبعد، كان عايز يطلع، كان عايز يعمل حاجات كتيرة جدا في حياتكم. انتوا كان دايما في صداع مستمر عندكم، ودايما بيجيلكم وجع في الجسم، الله اعلم، كان دايما في شوية طاقات مؤثرة عليكم. كمان انتوا هتطلعوا من مشكلة كانت مؤثرة عليكم باكتر من حاجة. في حد بيعمل لكم سحر من طرف تاني، او في طرف تاني مش كويسة، في تهديد بينكم ما بين برج العذراء، او في كلام يخص برج العذراء بشكل كبير جدا. برج العذراء ده مأثر عليكم، ضغطكم، مش حابب لكم اي حاجة، لكن انتوا الحال الصحي هيتحسن عندكم. ده لو انتوا تعبانين في صحتكم هيكون في امور عندكم. الفترة دي كمان انتوا بتحاولوا تسيطروا على اموركم، بتحاولوا ان انتوا يعني تدوروا على الاستقرار، لكن في حاجات واقفة، في رد اعتبار ليكم او تحسين من الامور اللي انتوا فيها. انتوا واقع عليكم ظلم، او في دقات قلب سريعة، او في وجع في المعدة، وده ضغوط نفسية. عندكم نبضات في القلب، في حاجات يعني مأثرة عليكم. طيب انتوا الفترة دي مفيش عدم استقرار، في تشتت عندكم، وفي شوية نفور بينكم وبين شخص، يعني بينكم وبين حد، يعني ممكن يكون الفترة اللي فاتت كانت في شوية مشاكل بينكم وبين الشريك، كان في شوية ضغوط بينكم وبين الشريك، كان الامور مش متوازنة، كانت الامور مش مدياكم اللي انتم محتاجينه. البعض منكم حرفيا حرفيا هيكتشف سر، هيكتشف خيانة من الشريك او من حد من اهل الشريك، في اكتشاف سر او خيانة، وهتبقوا انتم مش مصدقين الصدمة، لكن هتاخدوا حقكم وهتردوا رد اعتباركم بالسنين اللي انتم ضيعتوها على ناس ما تستاهلش. طيب البعض منكم ما عندوش توازن في اكتر من حاجة، او مستني حاجة جديدة، الله اعلم. في ناس منكم او في ناس في حياتكم عندها خمول، كسل، ارهاق، حاسين عايزين تقعدوا لوحدكم، عايزين تبعدوا، عايزين تمشوا، عايزين تعملوا اكتر من حاجة جديدة.
فخلاص حان الوقت ان انتوا تحطوا رجلكم على الارض الصلبة، حان الوقت ان انتوا تحسنوا الاوضاع بتاعتكم بكل الاشكال عندكم. عايزه اقول لكم ان في تسليط او في وسواس انتوا ماشيين وراه، وده اكبر غلط. انتوا بترموا ودنكم للناس الاخرين، فبالتالي هم بيكونوا عارفين ان انتوا بترموا ودنكم، فبيأثروا عليكم وبيضغطوكم نفسيا. ما تسمعوش لاي حد وما تستنوش اي حاجة من حد، لان انتوا من وقت للتاني بتحسوا ان جسمكم وجعكم، جسمكم مأثر عليكم، شوية عراقيل عندكم الله اعلم، جواكم كمية حزن محدش يعلم بيها غير ربنا. فانتوا فقدتوا صديقة او بعدتوا عن صديقة بسبب الغدر، والصديقة المقربة ليكم دي وقع بينكم مشاكل وعرفتوا ان هي خاينة وبتتدخل بينكم وبين حد، وكسرتكم ودمرت نفسيتكم، وانتوا اللي دفعتوا الثمن رغم ان انتوا كنتوا كويسين جدا معها. طيب انتوا كنتوا عايزين حاجة او بتحبوا حد او في حد في حياتكم، وحاسة كان في مشاكل على اتفه الاسباب، على اي حاجة دايما مشاكل، وانتوا ما عرفتوش تاخدوا القرار ولا تعملوا ايه. فانتوا الفترة دي حرفيا الشخص الاخر اللي موجود في حياتكم معمول له سحر بعدم الاستقرار، والشخص ده يعني تعبان وانتوا حاسين ان هو كده، هو مش كده، هو في حد عامل له سحر يعني عايز يخرب عليكم. فخدوا بالكم من نفسكم، في رجوع مع حرف الميم وحرف الالف وحرف السين، في رجوع مع الحد ده، وهيبقى في كلام او في طاقات الله اعلم، لكن هيبقى في صلح، لان حصل عندكم خصام من فترة، والخصام اللي حصل عندكم ده هيبقى في امور مستجدة. انتوا ما بتحبوش اي حد يحبطكم، لكن الاحباط مسيطر عليكم ومخلي حياتكم ملتزمة بالاحباط باكتر من حاجة. عندكم اخت او صديقة او حد ليكم انتوا بتحبوه من دمكم ولحمكم، مش من دمكم ولحمكم يعني عارف اسراركم وانتوا بتحبوه، هيبقى في خطوبة، في زواج، في استقرار الفترة اللي جاية. كمان انتوا هنا ما بقيتوش تحسوا باي حاجة مستجدة. البعض منكم كان مضغوط الفترة اللي فاتت دي، وعشان كده انتوا تعبتوا او يعني ما بقيتوش مستنيين حاجة من حد. فخلال فترة او ايام معدودة بفضل ربنا هتوصلوا للحاجة اللي انتوا عايزينها. البعض منكم عنده عقارات، البعض منكم عنده شقة بيبيعها او هيشتري شقة الله اعلم، او عايز يبيع حاجة. انتوا هتكونوا اصحاب مسؤولية الفترة دي، بس خلوا بالكم من حركاتكم وخلوا بالكم من السكوت بتاعكم، علشان في ناس عايزة حاجة منكم وانتوا مش هتدوها. طيب انتوا الفترة دي هتكون فترة سعيدة لحياتكم، هتكون فترة تغيير ليكم. طيب عندكم انتوا مشاكل او عايزين تعملوا عملية، عندكم الغدة، عندكم حاجة تعبة جسمكم، لكن بفضل ربنا هيكون في شفاء في حاجات في حياتكم. طيب انتوا هنا بتحبوا حد ومنتظرين منه مكالمة، او نفسكم تسمعوا صوت حد، مشتاقين لاولاد او لحد غايب عنكم الله اعلم. طيب في حد تخلى عنكم في وقت انتوا كنتوا محتاجينه، او انتوا كنتوا مستنيينه وتخلى عندكم، انتوا عندكم مشكلة، المشكلة دي هي اللي بتخليكم تدفعوا ثمن الغلطات اللي انتوا بتعملوها. هي ايه؟ هي ان انتوا لما بتحبوا حد بتحطوه فوق دماغكم، بتبصوا بتعشقوه، ما بتبعدهوش ابدا عن حياتكم. الفترة اللي جاية هتهتموا بنفسكم جدا، هتتحسنوا الاوضاع بتاعتكم، في اكتر من حاجة هيبقى فيها تغيير جذري. انتوا عندكم تغيير في افكار، تغيير في كلام، تغيير في امور الله اعلم، حرفيا هيكون في عندكم اكتر من تغيير حلو جدا على جميع الاوضاع بتاعتكم. طيب انتوا الفترة دي هتكونوا راضيين عن اللي انتوا بتعملوه، لان الرضا التام من ده هيكون من عند ربنا. بس خدوا بالكم من شخص كده بيتجسس عليكم وبيراقبكم،
الشخص ده مسبب ليكم وجع وتوتر وانتوا مش عارفين تعملوا ايه. انتوا يعني بتقولوا ربنا ان شاء الله باذن الله هيرد لنا الخير، لكن الشخص ده انتوا مش عارفين هو عايز منكم ايه وعايز يأذي فيكم ازاي، مسبب لكم حيرة، مسبب لكم وجع، لكن انتوا بتحبوه. المشكلة ان انتوا بتحبوا. طيب انتوا بتقدموا او نفسكم في حاجات حلوة تحصل، لكن في اوجاع متلخبطة، في شوية مشاكل مع الشريك، او في شوية توتر مع الشريك بسبب طرف اخر او بسبب حد موجود في حياتكم، الله اعلم. كمان انتوا هنا حاطين ايدكم على خدكم، ومن كتر الوجع اللي في المعدة او الضغط اللي عندكم، الامور عندكم يعني منعكسة. انتوا هترموا، هتجيبوا حياتكم كلها الكام سنة اللي انتوا عشتوها في الحياة وهترموها، وهتقولوا اللي قاعد من عمرنا هنبص عليه بالطاقة الايجابية، وهتبعدوا عن اي حد موجود في حياتكم، وتتأكدوا تماما ان السحر هيتقلب على الساحر ومفيش حاجة بتدوم، وكل حاجة مكتوبة ومن عند ربنا، وان شاء الله بإذن الله ربنا هيرد لكم الخير. طيب انتوا في حاجة، يعني في حاجة هتكتشفوها والامور هتتغير عندكم، في حاجة خايفين منها قوي 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 الفترة دي، والحاجة اللي خايفين عليها دي مش عارفين تعملوا ايه. انتوا عندكم مشكلة ايه هي؟ ان اللي على قلبكم على لسانكم لازم تداروا على خصوصيتكم. انتوا بتحبوا تحكوا وتفضفضوا، انتوا عايشين الحياة بتألق، وكمان عايشين الحياة كده ببساطة، لكن الناس اللي حواليكم بتديكم عين، بتقلب الفرحة الحزن، وبتضيع كل فرص عندكم في حياتكم. خلال 10 ايام 5 ايام هفي تحقيق حلم حلو جدا عندكم. طيب انتوا لازم الفترة اللي جاية تطمنوا، لان في امور عندكم هتطلعوا من اللي انتوا فيه، وهيبقى في طاقات جديدة حلوة جدا جدا جدا. طيب البعض منكم هيبقى في طاقات مختلفة، انتوا بتاخدوا ساعات يعني من وقت للتاني بتاخدوا قرار ان انتوا تمشوا، الناس دي ما بترجعوهاش تاني لحياتكم. انتوا حصل عندكم فراق مع حد كان عزيز على قلبكم، وفي الاخر انتوا عشتوا حياتكم عادي وقلتوا خلاص هو اللي بعد وهو اللي ظلمنا، فخلاص احنا هنجري او هنستنى حاجة من حد هو مش عايزنا ليه. يعني من وقت للتاني بتحسوا ان انتوا عندكم عزة نفس ومستحيل تضيعوها. في ست عندكم، الست اللي عندكم دي جميلة جدا، عيونها حلوة، هي شكلها حلو، الست دي مركزة معاكم، الست دي يعني مركزة معاكم، هي مش بتأذيكم بس مركزة معاكم في كل حاجة في حياتكم، هي قريبة منكم، لكن انتوا بفضل ربنا دايما بتكونوا واثقين في كل الخطوات بتاعتكم. انتوا هنا واقفين على باب الامان، او هتدخلوا على باب جديد، الباب الجديد ده قدامكم كام خطوة وهتدخليه، ومن بعد ما هتدخلوه الامور اللي عندكم هتتحسن وهتجري زي ما انتوا عايزين، لان الامور بتاعتكم دي ان شاء الله باذن الله خلال ايام حرفيا معدودة هتتحسن. انتوا هنا تحت ضغط او تحت تهديد او تحت عراقيل او تحت مشاكل، الله اعلم، يعني انتوا في حاجة ضغطاكم، في حاجة مأثرة عليكم، في حاجة وجعاكم، في اكتر من حاجة مخلياكم كده بتزعلوا على نفسكم، في كدبة عندكم، والكدبة اللي عندكم دي يعني اكتشفتوا قد ايه ان هي فعلا الكدبة دي كبيرة على حياتكم. انتوا ما بتحبوش الكذب، ولا بتحبوا النفاق، ولا بتحبوا الكلام الكتير مع الناس اللي حواليكم. عندكم اكتر من حاجة بتحصل في حياتكم هتحسن النفسية
بتاعتكم وهتحسن الامور بتاعتكم. انتوا حاسين ان انتوا حرفيا مضغوطين الفترة دي، لكن بفضل ربنا الامور اللي عندكم هتبدأ تتظبط وهتبدأ تتحسن. في حد خذلكم عندكم، وفي حد لعب بمشاعركم، وفي حد لعب على حياتكم وامتلك، يعني حد دخل بانه بيحبكم وعايز مصلحتكم، لكن هو دخل بالطريقة الغلط، وده طبعا ظلمكم ظلم كبير جدا. بينكم وبين حد بتحصل مشاكل على اتفه الاسباب وعلى اتفه الامور اللي عندكم. طيب انتوا في حد عندكم بيأذي او بيلعب يعني بمشاعركم، حد بيحاول، او في حد هيوصلكم حاجه عن الشريك وانتوا هتصدقوه وهتعملوا شويه مشاكل مع الشريك، وبعد كده هتعرفوا ان الشخص ده كذاب او هو عايز منكم حاجة فهيلعب بيكم، لكن انتوا بفضل ربنا الخير عندكم هيزيد خلال فترة معينة، واموركم تبدأ تلعب اكتر من دور ممتاز عندكم. انتوا الفترة دي يعني هتبقوا اقوى من الاول. اي نعم في حاجات كتيرة جدا بايظة عندكم، لكن هتصلحوا اكتر من حاجة. في ناس قريبة منكم من الجيران شايفينكم في الدخلة والطلعة، حاطين عينهم عليكم، لكن انتوا رميتوا همكم لربنا وقلتوا احنا لينا رب كريم، وطول ما لينا رب كريم احنا ربنا اكيد هيجيب لنا حقنا الفترة اللي جاية، وده اللي انتوا بتفكروا فيه حاليا، ما بتفكروش في اكتر من حاجة. في حاجة شغلة بالكم حرفيا، الحاجة اللي شغلة بالكم دي يعني حاجة كبيرة عليكم، حمل كبير عليكم، انتم ما بقيتوش عندكم طاقة تشيلوا مسؤولية، لكن انتم قد المسؤولية، بس انتم بقيتوا نفرين، لكن انتم لما بتتحطوا في الحاجة بتثبتوا اشد الاثباتات في حياتكم. عندكم رجوع حق الفترة اللي جاية او رجوع ورث ليكم، الله اعلم، لكن في اكتر من حاجه هتحصل عندكم الفتره اللي جايه. عندكم تغيير جذري على اوضاعكم بشكل ايجابي، الدنيا هتبدا تلعب ادوار، هتبدا تتيسر معاكم، وهتبدا ان انتوا تحسنوا الدخل بتاعكم. طيب انتوا هنا عندكم يعني رقم 22 ده مميز بالنسبه لكم، او يعني الارقام الزوجية هيكون فيها تميز لكم افضل، وهيكون فيها تحسنات حلوة لكم. انتوا دايما بتتفائلوا بالخير، بتحبوا الناس اللي تديكم طاقة ايجابية، بتتكلموا مع ناس متتحسن اوضاعكم، فانتوا هنا هيكون اكتر عندكم اكتر من ايام حلوة. يعني ممكن تكونوا حاسين انتوا واقفين هنا وحاسين ان انتوا تعبانين، لكن فرحتكم هتكمل الفترة اللي جاية، وهتستعيدوا ثقتكم بنفسكم بعد فترة من الفترات. ففي اكتر من تحسن عندكم، او في معافاة من مرض، او معافاة من خذلان في حياتكم، الله اعلم. الصحة بشكل ايجابي هتلعب ادوار ممتازة عندكم، يعني وضعكم بسم الله ما شاء الله عليكم هيحسن اوضاعكم كلها. انتوا ممكن تكونوا بتشتكوا حاليا من وجع في الجسم، لكن فترة وهتعدي. البعض منكم عنده فحوصات لصحته او فحوصات لنفسه. الصحة عندكم هتتعافى وهتكون في قمة الازدهار وفي قمة الحياة الجميلة، الله اكبر عليكم. هتكون طاقتكم مفتوحة، كل شيء هيكون على صالحكم انتوا، او كل حاجة هتكون لانتوا زي ما انتوا عايزين وبتتمنوها بشكل ايجابي جدا. الدنيا عندكم بسم الله ما شاء الله عليكم هتلعب العاب بشكل ايجابي، وهتتحسن اوضاعكم، وكل حاجة هتمشي عندكم زي ما انتوا عايزين. هتجيب ورقة وقلم كده وهتبدأوا تصفوا حساباتكم، وهتبدأوا تشوفوا ايه الدنيا ماشية ازاي عندكم. عايزاكم بس تخلوا بالكم من نفسكم، وتخلي بالكم من صحتكم، واللي حاجة يعني انتوا بعض منكم ممكن يكون عنده مشاكل في تساقط الشهر، عنده امور في حياته بشكل عام، هتحسن اموره وهيظبط حاجات كل حاجة في حياته. طيب
انتوا يعني الدنيا هتلعب معاكم دور ممتاز او هتحسن الاوضاع بتاعتكم، الدنيا بتاعتكم هتبدأ تثبت ورجلكم رجلكم في اكتر من حاجة، الله اعلم. لو كان في مشكلة عندكم واقفة ففي امور هتتحسن عندكم، الدخل اللي عندكم هيحسن اوضاعكم بكل الاشكال بتاعتكم. طيب انتوا خلال ايام معدودة هيكون في يعني تسرع، هتتسرعوا في قرار، هتحسوا ان انتوا غلطتوا. لازم الفترة اللي جاية تكونوا هاديين وما تاخدوش اي قرارات في وقت عصبي او في وقت مخنوقين متضايقين من حد، لا اهدوا خالص، لان الفترة اللي جاية دي ممكن حد يعرف فعلا يستفزكم ويعرف يستغلكم، فطبعا انتوا هتكونوا زعلانين جدا ان الشخص ده بيستغلكم، وهتكونوا انتوا مش عارفين تبدأوا مع الشخص ده ازاي، وهتكونوا خايفين. فلازم تعطوا قدر المستطاع ان انتوا تحسنوا اوضاعكم وتحسنوا الامور اللي عندكم، وارموا ورا ظهركم وما تستنوش اي حاجة من حد، لان اللي بيحاول يأذيكم هيحاول يلعب بمشاعركم، لكن بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى ايامكم كلها هتتحسن والاوضاع بتاعتكم هتلعب دور كبير جدا، لان هيكون في امتياز حلو جدا على حياتكم انتوا الفترة اللي جاية. وعشان كده انا بقول لكم خدوا بالكم من نفسكم واهدوا وهدوا اعصابكم وما تلعبوش في حياتكم كتير او تتكلموا في حياتكم كتير، لان الفترة اللي جاية هتكون اثباتات وجود ليكم، او هتكون اموركم هتبدأ تلعب ادوار مختلفة. انتوا لازم الفترة اللي جاية تكونوا حريصين على قد ما تقدروا في اوضاع او في كلام او في امور او في التجديد عندكم. ابتداء من الايام اللي جاية هيكون في تحسنات حلوة، اسم السفر هتكون مفتوحة او مكان نقلة من مكان لمكان الفترة اللي جاية. عايزاكم الفترة اللي جاية قبل ما تاخدوا اي قرار في وقت عصبي تكونوا تثبتوا وجودكم وتفكروا كويس جدا، وبلاش تكونوا مندفعين قوي الفترة دي. الوقت اللي جاي ده هيكون توقيت حلو جدا وهيكون نجاح حلو جدا عندكم، نجاح دراسة، نجاح امور، في فلوس جاية لكم عن طريق سفر او عن طريق حد غايب عنكم او في حد هيبعث لكم فلوس، الله اعلم. في اكتر من حاجة هتحسن كلام عندكم وهتحسن، هتخليكم كده تعملوا حاجات انتوا بتحبوها، وساعتها هتحمدوا ربنا على تقول ان الدنيا بدأت تظبط معانا من بعد اللي احنا شفناه في حياتنا. انتوا هتكون عندكم كمية نشاط حلوة جدا الفترة اللي جاية، وهتبعدوا عن التهور وعن الألم وعن الظلم، لان كل حاجة هتبدأ تاخدوها بشكل كده ايجابي. حاولوا تتحكموا في نفسكم وبلاش تتسرعوا، زي ما قلت الفترة اللي جاية فترة اثبات رجلكم، فما تثبتوش رجلكم في المشاكل، لا انتوا ادخلوا في اي حاجة بالطاقة الايجابية، علشان الرزق عندكم هيكون مفتوح وهيكونوا عندكم حاجات انتوا ما كنتوش تتوقعوها، لان ربنا كريم عليكم وهيرزقكم من حيث لا تحتسب، وهتحسوا ان ربنا حرفيا واقف معاكم وهيحسن الاوضاع بتاعتكم. وزي ما قلت ان انتوا هيكون عندكم تغيير سكن، عندكم تغيير مكان، عندكم تغيير احلام، في اكتر من حاجة هتتغير عندكم، عندكم استقرار بطريقة ايجابية وبطريقة جديدة على حياتكم. خدوا بالكم من العلاقات اللي انتوا فيها، وخدوا بالكم لو انتوا داخلين في مشروع مع حد، المشروع ده هينجح نجاح كبير جدا وهيكسر الدنيا، علشان هتحسوا قد ايه ان المشروع ده جاي لكم من عند ربنا، وانتوا بتحبوا جدا ان انتوا تكونوا متغلقين في كل حاجة في حياتكم. فخلال زي ما قلت ايام معدودة ربنا هتلاقيه بشركم بما انتوا تنتظروا، وايامكم بدأت تلعب ادوار كتيرة جدا ممتازة. يا رب قراءتنا تكون عجبتكم ونالت اعجابكم، وانتظروا مني قراءات جديدة الفترة اللي جاية اول باول، وان شاء الله باذن الله دايما انزل لكم طاقات ايجابية وفرج على جميع حياتكم. تحياتي لكم.